عودة لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، ودلوقتي معدنا مع صندوق الدنيا من المصري اليوم. الفرق بيننا وبين الغرب انهم بيكتشفوا المواهب من بدري في اولادهم وبيشتغلوا عليها وينموها، زي الطفل اللي هنشوفه دلوقتي وهو بيلعب على الدرامز بطريقة محترفة. فعلا محترف جدا رغم صغر سنه. اما الطفل اللي هنشوفه دلوقتي فهو كفيل انه يخرجك من المود لو متضايق، لان ضحكته طبيعيه من القلب. تعالوا نشوف. محدش بيقدر يقاوم ضحكات الأطفال البريئة، لكن عندي سؤال، مين منا مش بيقدر يصحى ويفوق لما بيسمع المنبه؟ اللي هنشوفه دلوقتي وسيلة جديدة علشان الناس اللي نومها تقيل تصحى على طول. خلينا نشوف. Big time. Well, that's an improvement. This is serious. I don't know how to get myself. الحقيقة دي قالت تعذيب مستحيل يكون منبه، ودلوقتي معادنا مع أسعار العملات. دولار أمريكي شراء 7.78، بيع 7.83. يورو 8.27، 8.40. استرليني 11.81، 11.97. ريال سعودي 2.7%، 2.8%. درهم إماراتي 2.11، 2.12. والآن مشاهدينا الكرام نظرة على حالة الطقس. القاهرة 26-14، الإسكندرية 25-18، شرم الشيخ 28-22، الغردقة 29-18، الأقصر 27-13، أما عن أسوان فالعظمى 28 والصغرى 14. نقطة الختام من نشرة المصري اليوم، نشكر لكم طيب المتابعة، شكرا لك سارة. شكرا هاجر. شكرا لك دكتور صلاح. شكرا فندم. وبعد قليل تلتقون مع إبراهيم عيسى.